العلاقات اللي بتبقى من في اولها شكلها لطيف وشيك وحلو قوي، علاقه بنسميها علاقه الحبل السوري. ايوه اللي هي ايه؟ اللي هي ان اتنين يحبوا بعض مثلا، وهو يبقى عاوز يوصل لها ان هو المصدر الوحيد بتاع كل حاجه في الدنيا. يعني يبعدها عن شغلها ما تشتغليش، يبعدها عن اصحابها، حوشي صوره الفيسبوك بتاعك وخليها صورتي انا، مش وهكذا. وهو يوصل لها ان هو المصدر الوحيد في الدنيا للحب والحنان والاهتمام والفلوس وكل حاجه، ويبقى عايز يعزلها عن العالم. من الناحيه الثانيه هي تبقى تعمل معاه نفس اللعبه، تبعده عن اهله، مامتك عملت كذا، اختك قالت عليا كذا، شغلك، اصحابك، ما تكلمش حد مش عارف مين. هي كمان تبقى عايزه تعزله عن العالم بتاعه، فكل واحد فيهم يعزل الثاني عن العالم بتاعه ويوصل للاخر ان انا المصدر، كفايه انا المصدر الوحيد، احنا كفايه لبعض. ده نوع من الانانيه ده يا دكتور، ولا حب الامتلاك، ولا ده انانيه وحب امتلاك واذى وتشويه وكل حاجه. ومشكله العلاقه دي انها من بره تبان علاقه يعني مثاليه جدا، يقول لك مقفوله واتقسمت نصين، بيحبوا بعض جدا، مستغنيين ببعض عن العالم. يعني ما في، عارفه الاغنيه بتاعت انا وانت ولا حد تالتنا؟ هو ده انا وانت ولا حد، ما فيش حد تاني، مفيش اي حد تاني. العلاقه دي لما تكمل هو بيتقفل عليهم الدايره بتاعت الحياه طبعا. فبعد شويه لو حد فيهم بس بص الناحيه الثانيه، الطرف الثاني يخاف يشك. انت بتعمل ايه؟ لو طرف فيهم حد حب يعرف ناس يتحرك يشم نفسه، الطرف الثاني يخاف ويشك ويتعب نفسيا ويتعب جسديا، وتحصل مشاكل يعني كتيره جدا. فدي علاقه شكلها لطيف قوي من بره، بس هي جواها مليانه اذى. وبعد شويه الاثنين دول لو اتجوزوا بقى وكملوا، يعني بيموتوا بعض نفسيا. كل طرف فيهم بيلف حبل حوالين رقبه الثاني، ما بيبقاش عايزه يتحرك من جنبه. ومن اخطر العلاقات دي، او من اخطر اشكال العلاقات دي، لو حصلت مش بس بين اثنين بيحبوا بعض او مخطوبين او متجوزين او ده، لو بين ام واولادها مثلا. ساعتها الاولاد بيبقوا يعني صغيرين وضعفة، فما اقولش ان دي علاقه حبل سوري وان كل طرف فيهم عاوز يخلي التاني، لا، ده الام هي بقى اللي بتصور لاولادها وتبقى عاوزه توصل لهم ان هي المصدر الوحيد بتاع كل حاجه في الدنيا، ما تطمنوش غير معايا، مش هتلاقوا الامان غير جنبي، يعني خليكوا دايما في حضني، اصحابكوا لا ده بيتكلموا عليكوا، ده بيحسدوكوا، ده غيرانين منكم. بس ده متهيألي يا دكتور مش موجود، يعني مش موجود كتير في الامهات، لان الام برضو عندها وعي. يعني هي غريزه الامومه دي غريزه، واللي ما عندهاش الغريزه دي اعتقد بتبقى بني ادم غير سويه. يعني هو للاسف موجود، وموجود كتير. والامهات في بعض الاوقات بيبقوا مش هاين عليهم ان اولادهم يكبروا ويبقى ليهم اختياراتهم ويبقى ليهم قراراتهم ويبقى ليهم تفكيرهم ويبقى ليهم حياتهم. هم يبقوا عاوزين الابن او البنت تبقى امتداد ليها، تبقى تعمل اللي هي ما عرفتش تعمله في حياتها، تبقى هي تنفذ الاحلام بتاعت الام نفسها، او الولد ينفذ الاحلام بتاعت الاب ويقول له كده انت المشروع بتاعي، حاول تعمل يا ابني اللي انا ما عرفتش اعمله. دي علاقه خطره جدا، دي من اخطر العلاقات.